الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعشر كتسلسل كنا نغوص عضي أن أغهر ليني أحكام تصونك، وحاكسو هذا لي قفكي صوما أجرك إيا فضلك أهلايو، وحان عوض قاضنين إن شاء الله تعالى شروط لغرب قفك روئن صوم، وحاجر الشروط أو قفك صوم يلغرب إنو لي ماذا حدي شروطها سؤول إمام وايو قفك هاسي صوم كيسا صحيح من قرائي. إذن وضروري قفك إنو برتو شروطها شروطها شرطك كواد والإسلام وإسلام نمو قف أم مسلم أهين صوم كيسا صحيح ما أهم معناها قفك كافر كأه أما مشرك أه او الهي كو كفري الله اشريكي لي قف كاسي صوم كيس صحيح معها حتى هدي الصوم، لانه حليمن شرك كفر اي ليمن شرك كفر غنا قفك وحي كبربرنا يا عمل كيس ودن عمل كو دونا هنقدو مر هدي قفك كفر ولي ماذا خالق ربك ابورت كو كفري اما او اشريكي له عمل كي صدن وحنقنا يا هباء عمل هباء أو أن وحبك جرين. الله سبحانه وتعالى وحيري ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون حدي أي الله أشريكي لان أو أي شرك لي ماذا وحابر بري عمل كي أي سميين ودن. إذن شرك وحب بريا قفك عمل كيسا كفرنا سيدو كالي آيات كالا الله وحيد سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عمل كي أي سميين أي أنصو قدمني مركزا وحن كدقينا وأن كدقني هباء منثورا وحقنا نجرين أي أن كدقني معناها قفك كافر كمشرقة عمل كأو سميودن ما لنت قيامه وحلقة دقايا عمل أو هباء. إذن إسلام لماذا أي شرط كواد قفك إنه مسلم أحاضه شرط لبعضنا قفك صومي وإنه يحي قف عقل له وعقل جيسة وحكو قرناي معناه وإنه صن أحان قف مجنون أو وعلا وحبك لسوء كريم sababtoo ah qofka majnuunka ah qalamka waa laga rafacay soon laga marabo wala salaad laga marabo maadaama aqli u salaxayn. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri xadiis saxiix ah oo abu daa'uud iyo nasaa'i ay soo saareen shaikh albanina uu saxiixiyey waxaa xadiidkaas laga wariyey cali ibn abi taalib radiyallahu canhu. Nebigu wuxuu yiri rufica alqalamu can thalaath وحا قلمك لغا رفعي عن ثلاثة سدح قفوة لغا رفعي قلمك معناها الدم لو مقرايو عن النائم حتى يستيقظ قفك هرداء قلمك لغا رفعي إلا وكسوكعو معناها انتو هردو وحي أسمايو لو مقرايو لأن عقلك يسمجه قفكاس. وعن الصبي حتى يحتلم أنو غير إلا أقانقارو إساقنا قلمك سوال قلمك وعلى غرفعي ودم اللو مقرأي
سببتها عقل مرحا وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل نينك مجنونك إلا عقلك يشو أما جنونك سكسو بكعو نينك سجن قلمكم على الرفاعي سببتها عقل مرحا إذن قفك إن عقلك سأجوه وحكا لقرناي أي شردوه شردك سدحات وتمييز قفك سوامي وإنه وحكا لسوعي كرو معناها عرورتا يرير وأن وحبك لسوعي كرين وحوي حتى إلا سوامي ماء لأنه وحبك لمسوعي كران أما عنق مكوة قارو سن التمييز وتدبصنا يوحي كوين عنقاس وحلديه كراسون ولغو تربيين كرا سيدا إسرف كأحايان با هوين إذا اللي راض الربيع بنت معوذ أي وحي تري رسولك الله عليه الصلاة والسلام أي مالنت عاشورا وحو دري إلا تقريوينك تولوينك مقالة مدينة نبنانك هذا إلا تقو أي النبي أمري وضدك الله شيئا إني صومان عاشورا مركز النبي قوحو يربي تري من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه قفك ما أنت وابريست أصغو صومان صومك سحة تاميالو ومن كان أصبح منكم مفطرا قفكي وابريستنا أساقو أفورا فليتم بقية يومه ما لنتي سأنت كهرتين حد ما يسترو حصومه مركاسي وحي تري وحان أهين فكنا بعد ذلك نصومه ما وحي مركا كدن بي وصومي جرنبي تري ونصوم صبياننا عروفتين يريرنا وصومي جرنبي تري مركز أوحان عرور تديج إن مساجدك فنجعل لهم اللعب من العهن صوف أيام وقصة مين جن وحي كو عياران وحان كمشغول الجنمي وانتظر مركز يتري فإذا بكى أحدهم هدو المهاس متكمد أوويه ومعناه قاجئ أولا أوويه أعطيناه وحان سينيني وانتظر سينيني هذه كروحان كو مشغولين إني إني عياران وصونك إيكا مشغولان وحالكا سلاقا قادنا يا مركا سلفك عرورتو هذا ويكو تربية جرين إني سومان أو إلا قبصدان سيدو كلا صلاة والغو تربيينا يا عرورتو مركا قاران دأذا ويوحكو كلا سوعي كران وعطا النبي عليه الصلاة والسلام وأمري إن عرورت الله أمره وهم أبناء سبعين تضوى الجر مركي قاران صلاة إن الأمر أيو النبي أمري وحيري وحدكو قراعدان وهم أبناء عشر تلنصر مركي قاران كو قراع أو صلاة أديدو كوايان كو عنانتا إذن شرطي سدحاد وحوي قفك سوامي حتى عرورتا دي سواميان وإني قاران سن التمييز إني وحكا لسوعي كران إني سوميهين او انتظر اي عبتان كممنوع اوكيه اني فهمي كرانا اي اللبهاي شرطي افراد او قف قرر انو صوم لغرب وحاكمده انو يهي قف اود الله او صومي كران حدنا انو يهي قف مقيمة او مقالدي سجوغ معناها قف كمسافر كأه ولغا خفيفي علي وفري كران بش رمضان سيدو كلا قف كان أودي كرين ولو رخصي إنو أفره سواء قف كاسي حدي أوسان أودي كرين لأجل حنون وحنون سيه أما لأجل الداء ويل ويحي حدي أرمها سأي مادان قف كوفري كرا أما حدي حوين إتاي أي حاملتها أما أي عروف نجني سنوى لمن الله سبحانه وتعالى وحو يري فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر الله وحيد قفك حاضرة أو حلال بشر رمضان فليصومه حصوم صومك على غربا لكن من كان مريضا قفك حنوسا أو على سفر أما سفر كجرة فعدة من أيام أخر مع المكلة حقه معناها وفر كراء مع المكلة حقه ساسوي ربي سبحانه وتعالى إذا قفك حنوسا يقفك مسافر كأه الله سبحانه وتعالى آيدا سوحو أبنيه إني أفر كراء حنون كمركة علماء ذو حيسكوا ذا اتفاقين قفك هدي وحنون سيها وسسومي كرين قفك هسيو حلو شرعيه إنو أفرق مركي عافماد وحلو إنو قدو هدي قفك هسي حنون كيس وياين حنون الرجل لحين معناها وحو قضاء حنون مزمن أه أو أنكزو لين الجوكتا أه سيد قف مرور بكليه لغدقا أيو oo dhaqaatiirta ay yiraahdeen qofkan wuxuu ku qasban yahay inuu afuro rajana malaha in kiliyihiisa ay dib u caafimaadaan ama qof beerka ka jiran oo ka xanuunsan oo kale oo daruuri ah mar walba in daawo la siiyo rajana aan lahayn inuu dib u caafimaado qofkaasi culimmadu waxay isku ittifaaqeen inuu furaayo soonka uu afuraayo مالك صومي لحين قف مسكين أي قوضنا يا وحال لم يده قف كوايلك سواء نين هالنقض أم ناك هالنقض مركي وايل نقضان ودع أي قاران أو أين صومي كرين وحاو أيغان وغالغا خفيفي لي وي أفرايان بدل مالك كاسي صوم كيسان قف أي أو مسكين أي عمتسين يا صوم كاسنا inay dib u gudaan laga marabo sababtoo ah waa waayeel maalinba maalinta dambeysa da ay sii noqonayaan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wuxuu yiri cala alladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ayadaas asagoo fisiray wuxuu yiri kanat rukhsatan lishaykh alkabir walmar'at alkabira ayadaas waxay tilmaamaysaa rukhsa معنا فصحيد او الهي او فصحي اني افران ننك وييلك اح ينكت وييش اح او دخوذي لبضو ذا الله سبحانه وتعالى وحو او ادمي او الرخصي بيري اني افران ويطعم مكان كل يوم مسكينا مالين والبنا صون كمالين تاسي اني قف مسكين اي قنتسيان أي الله سبحانه وتعالى أرخصي أبو يرى عبد الله بن عباس رواية سنة وحص سقوري وصوصاري وأبو داود رحمه الله إمام نور نوحي إسناده حسن سنة كيسو حسن إذن عبد الله بن عباس رضي الله عنه صحابي جليل كأه وحو آية دا كفسري إن قفك وييل كأه أمناك تويش أه إن لو شرعيه إن فران مالين كاسنا إن يقف مسكين أي قوضيان بركة إن شاء الله تعالى إنتاسان كوغابسان إنا همين دماسير لما يستيري دونات داتك اللو حد دي أود معنى أن أودي كريم إن يسومان ييه داتكاس إيوه علماء ذو حيكيين هذين ناكت حامشة أما ناكت نوجينيس عرورت نوجينيس أيغانا حكم قد السيدة النقنايا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا الليل أرقى علينا السجودا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا